سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال، كلنا للوطن للعلا للعالم، كلنا للوطن. مش أول مرة نطلب تكون وسط مدينة بيروت تنكون مرافقين بيروت باي بايك، ودائما عندنا نشاطات خيرية واجتماعية وخاصة وأيام بيئية بتكون لحتى نكون بيوم من دون سيارة وعلى البسكليت. اليوم نجم معنا النجم سعد رمضان، وأكيد الأستاذ جواد سبيتي الموجود معنا دائما قائم بهالمشاريع. سعد أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك عماد، أهلا فيك بغلافكم. يعني وعينك بكير اليوم، بس صدقني احلى وعي، احلى وعي لانه الطقس كثير حلو، الجو حلو، بتعرف بعد ما تشتت الدنيا بيكون ثاني يوم كثير هيك الهواء نظيف والارض نظيف وكل شيء نظيف، فالطقس كثير حلو، انبسطت كثير بهالفيئه، بس ان شاء الله هيك شباب ينبسطوا بهالنهار. جواد يا ريت تخبرنا عن هذا النهار واختياركم للنجم سعد رمضان. اكيد سعد يمثلنا، بمثل الشباب يعني. سعد احنا اللي مش اختيارنا، سعد بشرفنا انه يكون معنا اصلا، وبتشكر اصلا هو معنا من اول الفريق معنا. النشاط هو هدفه بصراحه هو نشر توعيه معينه على 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 مرض هالمره هو سيكل سيل انيميا، والبسكليت كمان. ليش سعد؟ قلنا ليش سعد؟ لانه كمان شبيبي، نحن هدفنا انه نطلع الشباب من جو السياسي، جو الطائفي، جو المذهبيه، نضلهم نعمل نشاط رياضي. وسعد هو طول عمره اصلا وطني بالنهايه، من عيلته لاهله لكل شيء. سعد بيمثل لبنان بكل 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 اطره بالنهايه، من اهله بالجيش، بكل عائله تبعه بالنهايه. فبالنهايه بتقول لي انت، انا لما كلنا نركب بسكليت تحت علم واحد وعلم لبناني بالنهايه، لنشاط خيري. يعني بتطلع انت عندك هلا بحدود 1000 بسكليت طلعت اليوم، 1000 شخص، 1000 شاب وصبيه اجوا اشتركوا على بسكليت كرمال يوعوا انه نحن بدنا درقات للبسكليتات، نحن بدنا محلات نعمل فيها رياضه. قلنا حق كلبنانيه، كشباب لبنانيه يكون عنده محلات ينبسطوا فيها، مش بس قاعدين ببيوتهم. من هي سعد كل اول شيء ميرسي كثير على كل كلامك بجنن، وحتى عن المشروع كمان كلامك كثير رائع بالفعل. يعني يا ريت كل العالم بتروح صوب الرياضه، انا اكثر انسان بشجع شيء اسمه رياضه بكل انواعها، يعني من الفوتبول لكذا، خصوصا البسكليت شغله كثير مهمه. انا عندي شوي اطلاع على امور الرياضه، فبقول لك انه البسكليت والركض والسباحه من اهم الاشياء بالرياضه، وخصوصي كمان انه انت عم تحافظ على البيئه. يعني لك كذا منحة، يعني لك كذا منحة ايجابي، فيعطيهم العافيه بتعمل سعد. يعني كمان لما انت تقول شبيبي انت يطلع على بسكتات، يعني انت عم تشيل شبيبي انت، يعني انت عم تقول جيل جديد لا للحرب، جيل جديد ما بده بقى خلص، ما بده يذبح حدا بقى، جيل جديد بده هو يكون لحاله مستقل لحاله بالنهايه، وفينا نحن بحالنا شبيبي بين حالهم جمعوا بدهم هلا 5000 دولار اليوم تيتبرع فيهم، شو بدنا احسن من هيك؟ نحن فينا ندعم حالنا، ما بدنا حدا يدعمنا بقى. نحن ليك انا مبسوط كثير، عم بحكي اطفال وشباب موجودين على بسكتات بالنهايه، شو بدنا احسن من هيك؟ وبجي بقول لك انا بتشكر وسط بيروت، بتشكر شركه سوليدير عمتنا اصلا على طول الطريق، بتشكر شركه ديكاتلون، دعايه ديكاتلون لازم اعمل دعايه، لانه هن الوحيدين لما قدنا لهم بيس تعوا ساعدونا قالوا شو بدك، احنا معكم اللي بدك نعمل لك ايه. بتشكرك عماد كمان لك انت، لانه انت ساعدتنا بالاطلال الاعلامي لكل الاذاعات وكل التلفزيونات اليوم، اجت كاميرتك انت عماد، ثانك يو فيري ماتش عماد لك انت. سعد امتى بدك نحن نطلع بس كده لك يلا تطلع فيها. بس ما فهمنا انه اليوم مهم ايضا، مش بس بيئي ورياضي، انما ايضا له هدف انساني طبي. صح، انساني طبي هو الريع تبع المصاري، ريع المصاري رايحه كلها اليوم للاي بي ام سي جامعة أمريكية. لا في كتير أمراض، في كتير ناس بحاجة لمساعدة، ففينا نحن نساعد نحن عبر البسكليت، عبر حيال نشاط صغير، بس نخبر عنه النشاط هيدا وبيجوا الناس. ندعي كل الجمعيات عماد يلي عندهم أهداف بحبوا يوعوها يحكوا عنا. نحن مستعدين كبيروت باي بايك كشركة سوليدير بالأخص، لأنه هي دعمتنا الأساسي تبعنا، ندعم هيك نشاطات نحن، وفينا نقدم لهم نهارتها بحدود 1000 بسكليت، الريع تبعه كله يروح لهم هن الجمعية هاي. بس أهم شيء يكون هدف النشاط لخير، هدف نشاط لعن جد توعية معينة، احنا جاهزين. وبعتقد احنا مش بس انا سعد،
وكل الشركات وكل الناس زهقت. نحن صرنا عم نعاني سنة يمكن بلا شغل بلبنان. من هي إذا كل شركة عملت نشاط واحد بنحرك البلد. أنا ماني بحاجة لدولة تحركني، أنا بحرك، الشركات الخاصة بتحرك وشركات بين بعضها بتحرك. فمدعي منك أنت عبرك يا عماد وعبر كل الإذاعات إنه الشركات الخاصة والأشخاص هن يتحركوا بقى، ما فينا ننطر بقى الناس. خلصنا، الدولة بدها تلحقنا، السياسيين انتقلت بدهم يلحقونا، الناس بدها تلحق الشعب، بطل بده يلحق حدا، نحن الناس بدها تلحقنا، يا بيلحقونا يا الله مان. This is Beirut. خبرنا شو جديدك ونحن بالأشهر الأخيرة من العام 2013. يعني في كتير إشياء جديدة، في أغنية هلأ جديدة كمان بدك أقول أول مرة معك طبعا العادة عطول أنت بدي يطلع عطول معك أول شيء هي كلمات علي المولى. حلو. بس علي المولى مش الأستاذ علي المولى كبير، علي المولى جونيور. كلمات من أجمل ما غنيت أنا صدقني، ألحان صلاح الكردي كمان بلحن كتير حلو وتوزيع صلاح الكردي تنفيذها بتركيا أكيد. إيه صلاح سبق ولحن لي أكيد مسبع بحب الكرات، هذا تاني تعامل معه. بس بوعدكم بغنية كتير حلوة كلاسيك هتحبوها كتير. أنا عن جد صدقني يا عماد، أنا أول ما سمعت الكلمات بالأول بالبداية سمعت الكلمات ماشي يعني قلت له ثاني قال لي كم جمله قلت له خلاص كملها هيدي لي ممنوع حدا ياخذها. كان من اول تعامل يعني يعني علي اول اغنيه بكتبها لي كان او يمكن ثاني اغنيه بوعدكم حتكون كثير حلوه. وهلا اخر شهر ان شاء الله على الجزائر ان شاء الله ومن بعدها للسنه هون مبدئيا يعني 90% هون بلبنان ان شاء الله. 2013 كيف كانت عليك؟ كيف بتقيم عليك منيحه حلوه مهنيا منيحه كنت بفضل تكون احسن واحسن بس شايف كانت الاوضاع يعني بعكسنا عم تمشي بس بظل هيدي الظروف بس الحمد لله كان نشاطاتنا مدروسه كانت نشاطاتنا يعني خطوه خطوه. انا بعتبر الفشخات الكبيره ما كتير بامن فيها بحب شوي شوي بيوصل الواحد فالخطوات كانت مدروسه وحلوه الحمد لله. ان شاء الله يا رب سنة الجاي تكون احلى واحلى مش علي بس على كل بكل الدومينات وعلى كل الشعب اللبناني والشعب العربي. حلو هون بيني بدي لك مبروك طلتك على عربيكا بكليبك الرائع البيت اللبناني. ميرسي يا حبيبي. الفيدباك انت قديش لقيته حلو من خلال شاشه عربيكا؟ يعني الحمد لله اول شيء بشكركم لكم عماد بشكرك لك انت صديق كثير عزيز على قلبي وبدل حد وين ما اكون يعني وهذا شرف لي اكيد. الاغنيه كانت حبتها كثير العالم الحمد لله اجى الكليب وكملها. بتعرف عماد اوقات الكليب يا بيعطي للاغنيه اضافه يا بياخذ منها يعني بينزلها. الحمد لله كان الكليب اكثر من رائع، كليب كل العالم حبته كل العالم حكيت فيه وهذا الشيء خلاني كثير مبسوط. وبس مسؤوليه يعني كل مره بتصير المسؤوليه عم تكبر اكثر واكثر. يلا موفق الى البسكليت الى النشاط. شكرا جواد. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش عماد كل شيء. ثانك يو عن جد على تعريفنا على سعد. سعد ثانك يو على اطلاعك معنا اليوم. بالعكس ميرسي لكم. انا كثير شرف كثير كبير لي لانه اللي عم تقوموا فيه شيء كثير رائع. ثانك يو سعد. ثانك يو فيري ماتش. This is Beirut.